انت شوقري بس يوني يا ابن اللذينة على انت لو وحشني يا ابن اللذينة انت مين لا ده انا عبد بتاع السفريات صدى انت لسه ناقص زي ما انت سفريات مين وعبده مين انا عمري ما سافرت قبل كده طب اركن السفريات يا بسيوني نسيت يا بسيوني لما كنا مع بعض في الفصل وفي تختة واحدة بسيوني حازم مين بقى ايه ده مش عارفني لا والله انا مش واخد بالي طب وكده يا راجل انا كده عرفتك صح هو انا بقولك الاخ ده شكله ناقص وبينسى اصحابه يلا السلام عليكم يا اخويا يلا نسيت ايامك مصلحتي النهارده بقى علي التلتين ليا والتلت ليه ليه يا اسطى مع طول مع بعضينا النص بالنص لا وانا وانت حسيتين وعايز 50 جنيه خد عايز افتح دكتور وخلي بالك مذاكرتك كويس ان شاء الله اطلع احسن دكتور ربنا يخليهولك الواد على فكره جات لي حته دي المصلحه يا علي الواد ده انا هحتاجه معاه في المصلحه الجديده لا الواد ده لا ينفع يبقى شبهي ولا يبقى شبهه ماشي يا عم خلاص لما انت متنشن كده هجيب انا اخويا يا عم في المصلحه دي وبعدين انا ما كنتش هاكله يعني يا علي بص بقى يا معلم في واحد هيجي هيديك شغل هتخليه معاك ما هي دي المهمه الجديده ماشي انا مستني اهو انت علي ايه يا مولانا مولانا ايه احنا بنتدرب لبس الناس الطيبين عشان خاطر الشغل المهم امسك البضاعة ايه؟ ولاد الكلب سلموك حقك مش هسيبه يا علي ده احنا كنا طول عمرنا في ظهر بعض واخوك ده في رقبتي خلي بالك من وضع عبده خليه يركز في مذاكرته كويس وانت اي حاجة عبده يقول لك عليها اعملها اسمع كلامه كويس وانا ان شاء الله يا عبده لما اخرج مش هرجع للكلام ده تاني خلاص يا علي ما تقطعش قلبي عليك دي كلها 10 سنين يا عم وهتطلع هتسمع كلامي زي ما علي قال اسمع كلامك يا عم عبده خلي بالك من وضع عبده اسمع كلام عبده يا يلا زي ما فهمتك امبارح بالليل هي دي الفيلا اللي ورايا اللي انت هتفليها يلا عيب عليك بس اهم حاجه اعمل لي المكان اعمل كل حاجه خرج النهارده لا اله الا الله خلاص انا عرفت هلاقيه فين كفاره يا اخويا كفاره اول ما انا عرفت انك طلعت النهارده قلت لازم اجيلك وحشني يا علي الواد فين يا عبد الواد يا علي انا غلبت معاه الواد كنت اطلعه الدرس من هنا ينزل ويكت من هنا ويروح يبيع مخدرات كنت اقول له الواد اطلع دكتور انزل اللي بيهف العربيات انا غلبت قوي معاه يا علي انت دخلت الواد في القصه بتاعتنا برضو يا عبده مش قلت لك بلاش والواد ده بعيد انت كده خنت الامانة يا صاحبي انت فاهم غلط يا علي مفيش من وش ولا وانا مش قلت لك تبعد عن السكة دي وما تعملش اي حاجة انا بعملها هو انا بشتغل ليه وبجيب لك فلوس ليه مش عشان تتعلم لا والله انا خلصت مذاكرتي قلت انزل اساعد معاك في المصاريف لا يا حليتها مش عاوزك ولا تساعد معايا ولا تعمل اللي انا بعمله يلا اطلع بقى شوف مذاكرتي حاضر يا عبد انا اطلع اعمل الهومورك هومورك يعني ايه الشبكة بتاعت السبعين؟ انا اللي يهمني دلوقتي الواد اللي سرق مش الحاجة واللي يجيب لك الواد اللي سرق قدامك وتحت رجليك بس مش انت صاحبه؟ ايه ده بس يا باشا الواد ده انا عايز زي ما انت ما عايزه بالظبط كده كده هنسلمه وفلوسك ترجع لي معايا؟ معاك علي عاوزك تسامحني يا علي انا عارف ان انا اذيتك كتير بس والنبي انا ما حلتش غير الواد ده حافظ عليه يا علي عيب عليك اخوك في عينيا هطلعه لك دكتور يلا يا محمد